مرحبا بجميع أصدقائنا في قناتكم معالم المعرفة. اليوم سأقدم لكم أحد أروع عروضنا المستمرة من هجمات الحيوانات المفترسة في عالم الحيوانات. كل مقاطع الفيديو التي لا تصدق ستجدونها معنا في قناتكم المميزة. لقد بحثنا جيدا وجدنا لكم مقاطع فيديو جديدة وحصرية التي ربما لم تشاهدوها بعد، إضافة إلى أجزاء أخرى قد نشرناها لكم سابقا. دعونا لا نطيل الكلام ونتابع مع بعض للاستمتاع بمشاهدة هذه المقاطع الحصرية. هو من أشد المصارعين فتكا في القارة الإفريقية، إذ يمكن لهذا النهر الذي يشبه الجنة في مظهره أن يصبح مطهرا حقيقيا للحيوانات التي تحاول عبورها. انسى كل ما فكرت به من قبل حول كون أفراس النهر هي حيوانات لطيفة ومضحكة، فمن أجل مشاركة هذه الأنهار مع التماسيح المفترسة يجب أن يكونوا الأكثر حبا في هذه المجموعة. تمتلك أفراس النهر أنياب قاطعة وحادة لدرجة أنها يمكن أن تقطع أي حيوان يقع بين هذه الأنياب إلى نصفين. إنه يمتلك ميزة الماء إلى جانب 2 طن من هرمون التستوستيرون المليء بالغضب والعدوانية، ولهذا فمن المحتمل أن يكون فرس النهر أكثر الحيوانات الحية عدوانية على كوكب الأرض، سواء بالنسبة للأشخاص الذين يعترضون طريقك أو لأي حيوان إفريقي آخر، إن هذا الحيوان هو فعلا خطير على الأرض كما هو الحال وهو داخل الماء، إذ يمكنه حبس أنفاسه لمدة تصل إلى 6 دقائق والوصول إلى سرعة تصل إلى 9 كيلومترات في الساعة وهو في قاع النهر. قد يكون لهذه الثدييات الضخمة بعض الأسرار التي بدأنا للتو في كشفها عليكم. إن من أحد أكبر الأسرار التي تم الكشف عنها هو أنه يمكنهم أكل لحوم الحيوانات المفترسة إذا جاءت في طريقهم. إن كل الحيوانات تخاف من فرس النهر، فهل ينطبق الأمر كذلك على الأسود؟ وهل تقتل أفراس النهر الأسود إذا ما حدث وقامت بالهجوم عليها؟ حسنا، في الحقيقة يمثل فرس النهر خطرا على الأسد أكثر مما يمثله في الاتجاه المعاكس، إذ يمكن أن يقتل فرس النهر أسدا بقضمة واحدة فقط، إذ أن أنيابه الضخمة تستطيع أن تقطع الأسد إلى نصفين. لذا فإن الأسود معرضة لخطر الإصابة أو الموت عندما تحاول أن تصطاد أفراس النهر. كما شوهدت أفراس النهر وهي تسرق فريسة كانت الأسود قد اصطادتها من قبل، وفي حالة معينة يمكن أن تأكل أفراس النهر حتى لحم الأسد في مشهد يحبس الأنفاس. وإذا ظهر أسد في يوم من الأيام وأراد فرس النهر أكل لحمه، فستكون نهاية حزينة لأقوى القطط في إفريقيا، وسيتحول إلى شريحة لحم لهذا المفترس الضخم. في الأخير أرجو يا أعزائي المشاهدين أن تكون مقاطع اليوم قد نالت إعجابكم ورضاكم. لا تنسوا دوماً وضع إعجابكم بالمقطع، كما لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات حتى يصلكم منا كل جديد.